السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة ولقاء متجدد دائما على قناة الصحة والجمال وبرنامج القرآن شفاء. موضوع حلقتنا النهاردة عن التسامح. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين وارض الإله بطاعة تسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. أعزائي المشاهدين دعونا نرحب بضيفي الكريم الدكتور خالد الصوابي الباحث في الشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة ومعاليك بألف خير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية بخير يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورنا غالي في بداية حلقتنا عاوزين نعرف من حضرتك بطريقة سهلة وسلسة معنى التسامح. التسامح وضع عليه العلماء معاني كثيرة. أولا التسامح هو العفو عند المقدرة. إنك تبقى في منتهى القوة إنك تقدر تاخد حقك وإنك تقدر تحاسب الإنسان ده وتاخد نفس اللي عمله معاك أو ترد المظلمة اللي هو معاك ومع ذلك تعفو ابتغاء مرضاة رب العالمين. حضرتك لازم يكون قادر؟ ممكن يبقى قادر وممكن يكون من نفسه سماحة في النفس إن يقول أنا عفوت عنك ابتغاء مرضاة الله عز وجل. تمام. التسامح من أعظم الأبواب لجلب المودة والمحبة بين الناس. والمولى عز وجل قال في سورة فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دكتورنا الغالي مع من يكون التسامح؟ التسامح يكون مع كل شيء مع كل الناس. أولا أن تبدأ التسامح بنفسك. لو أنت مش مسامح نفسك مش هتعرف تسامح الآخرين. أسامح نفسك فاقد الشيء لا يعطيه. إزاي تسامح نفسك؟ ممكن تدي لنفسك خطأ أو تحاسب نفسك على خطأ أنت ما تحسبتش أنت مالكش قصد بيه. يعني قصة من القصص واحد رايح مع أخوه البحر قاعدين مع بعض على الشط أخوه دخل شوية غرق طول عمره وقال وشال وأنا مش هسامح نفسي إن أنا اللي كنت سبب في أخوه أنا لو كنت أعوم كنت إيه أنقذت أخويا. ولكن ليعلم الناس جميعا أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير الخلائق قبل أن يخلقوا بخمسين ألف سنة. يعني لو تقرر الموقف ده مئة مرة لن يتغير الموقف ومحدش يشيل نفسه هم فوق همه. تسامح نفسك أولا. تسامح الآخرين طبعا التسامح للمسلم وغير المسلم. طيب زي ما قلنا حضرتك أسامح الآخرين إزاي؟ أولا زي ما قلنا أن أعفو عن الناس وأعفو عن من ظلمني وأتخلى عن الإساءة. أيام النبي صلى الله عليه وسلم هو منهجه وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهج تربوي رباني. أولا كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك واحد من اليهود بيجي له كل يوم في الليل في الظلام يضع أمام بيته إيه؟ واحد من اليهود بيجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معايا بيوضع قدامه يا حضرتك عاوزين كده بالراحة التازورات والشوك. نعم. فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يبص يلاقي فيه قدامه أشوك وفي قدامه قذرات محطوطة قدام البيت. فكان عارف إن اليهودي اللي عامل كده اتعود كل يوم يلاقي الموقف ده. ففي يوم من الأيام لقى اليهودي ما بيعملش العادة السيئة اللي بيعملها فراح ترك الباب عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الباب على اليهودي. فاليهودي سأل من في الخارج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد عرف نفسه. فبعد ما صلى الله عليه وسلم فبعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودي أنت إيه اللي عرفك إن أنا مريض؟ قال له لأنك توقفت عن العادة السيئة التي كنت تفعلها صلى الله عليه وسلم. فبكى اليهودي بكاء غريب. وفي إحدى الروايات أن بعد ذلك بعد بكاء هذا اليهودي أشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الغالي أحد الأصدقاء حملني أمانة قبل ما أجي طبعا الحلقة بيقول لي والله أنا تزوجت على مراتي وبعد ما تزوجت طبعا مراتي حصل خلاف ولكن يشاء القدر الحمد لله بعض الناس الأفاضل اللي زي حضرتك وتدخلت في الموضوع ومراتي الأولى رجعت ليها تاني بعد ما طلقت الزوجة الثانية لكنها لم تسامحني حتى الآن. نقول لها إيه؟ نوصلها رسالة إزاي؟ أولا أول رسالة إن استحالة العشرة وإنت شايلة من جوزك أو في بينكم غضب. ليه؟ لأن الناس عايشين أو اتنين عايشين مع بعض في بيت واحد
ازاي جوزك ان هو اتجوز، مش هقول بقى الجواز ده صح ولا غلط عشان ما نزعلش مننا الرجاله، مش قضيتنا حضرتك، مش قضيتنا، بس الراجل اتجوز ولقى بعد كده ان انت افضل وانت احسن وانت عنده تسوى حاجات كتير، والمراه المصريه هي افضل مراه في العالم كله. طب ما هترد علينا يا دكتور حتى الاقطع اللي حضرتك هتقول والله طب ما دام انا اجمل واحده وما فيش زيي وي وي والكلام ده كله، طب هو اتجوز عليا ليه؟ والله له اسبابه، قد يكون الاسباب ان في نقص انت مش شايفاه، او يكون هنراضيك ونقول لك يمكن هو اخطا في حقك وحق نفسه وعشان كده عرف قيمتك وعشان كده عرف قد ايه الجمال الروحاني اللي فيك وانك بتخدميه وان انت بتحافظي على دينك وبتحافظي على شرفه وانك فيك مميزات كتير، فالراجل بعد كده طلق الاولانيه ورجع لغايه حضرتك بيقول لك انا تائب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، العبد مش هيغفر. للاسف احنا بنعيش مع بعض في كيان واحد في الايام اللي احنا فيها دي، واحنا في بينا بغضاء وفي بينا زعل على حاجات تافهه جدا وبسيطه جدا. ده اذا من كلام حضرتك المفروض هي ما تزعلش على كده، احنا المفروض نهنيها بقى حضرتك ونقول لها بسم الله ما شاء الله الراجل رجع لك تاني وحس بغلطته، ده لو على اعتقاد حضرتك يعني. نعم. اذا نهنيها طبعا. والله وده شرف ليها، والمفروض هي دلوقتي احنا من على احنا على الهوا نقول لها مبارك عليكي ان زوجك رجع لك وان عرف قيمتك وانت دلوقتي بقى شأنك عالي جدا عنده. ما طلعناش في غلط يا دكتور، انا بعيد عن هذا الموضوع. الله اكبر. ده احد الاصدقاء طبعا. متاكد؟ طبعا احد الاصدقاء يا دكتور، ما طلعناش في غلط. ايه المنع يا دكتور ان كل انسان يكون متسامح، او بمعنى ادق احنا ليه دايما بنمسك لبعض على الوحده؟ لضيق الافق وضيق الثقافات. ليه؟ طب واحده واحده كده يا دكتور. لضيق الافق وضيق الثقافات. لماذا؟ ليه بنقول الكلام ده؟ دايما احنا مختلفين في كل شيء، دي طبيعتنا. احنا مختلفين في الواننا، في اشكالنا، في طباعنا، في تفكيرنا، في كلامنا، في ثقافتنا. فلازم هيحصل في بيننا اختلاف. ومن اياته ان خلق السماوات والارض واختلافه ايه؟ الوانكم والسنتكم. واختلاف الليل والنهار حضرتك. الوانكم والسنتكم ولا يزالون مختلفين حضرتك. في اختلاف حتى في بصمه الايد، في بصمه الصوت، لابد ان يحدث اختلاف طالما نعيش في الدنيا. فلازم يكون عندنا سعه صدر، لازم يكون عندك طاقه ايجابيه انك تتحمل الاخر. وده بيخلينا ياخدنا الموضوع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. دايما تلاقي الأيام اللي احنا فيها دي الناس زعلانة من بعض، مش طايقين لبعض كلمة، تلاقي في أمراض حتى زادت الأيام دي عشان خاطر احنا مش متحملين ان احنا نتحمل بعض. السبب ايه يا دكتور؟ انا برضو برجع بقول لحضرتك تاني، ايه المانع ان كل انسان يكون متسامح؟ يا ترى ده بعد عن ربنا، بعيدنا عن ديننا، احنا السبب الاساسي اولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء من جنس العمل، من اعمالكم صلت عليكم، لاننا بعداء كل البعد عن رب العالمين، احنا بعاد عن الكتاب وعن السنه. اذا اللي عاوز اوصله من حضرتك هي القضيه الاساسيه هنا البعد عن ربنا. نعم، البعد عن ربنا، البعد عن الله، عن الصيام وعن الصلاه وعن عن الزكاه وعن الاستغفار وعن قيام الليل، عن كل التعبدات. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. إذن رسالتنا لكل المجتمع، إحنا لو قربنا من ربنا وما بعدناش عن ديننا أكيد طبعا هنسامح بعض بكل سهولة. نعم، حتى مهما كانت الأمور. دكتورنا الغالي، عيشنا كده في صور من صور التسامح في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جاء رجل إلى أبي الدرداء في جمع من الناس في مجلسه، فجلس معه وقعد يسب ويقول فيه ويشتم فيه أقذر الشتائم. عمل ايه ابو الدرداء؟ عمل زي دلوقتي واحد ممكن يقوم ويرد ويشتم ويقول له انا ممكن اعمل، انا ممكن اشتم، انا ممكن، ويرد له السيئه بالسيئه. لا، بص له والتفت اليه. سيدنا مين؟ ابو الدرداء رضي الله عنه. رضي الله عنه. بس خلي بال حضرتك، ما هو ممكن احد الاشخاص يقول دلوقتي حتى لا نقطع عليك القصه. نعم. احد الاشخاص يقول لك اصلا دول ايه؟ اتعلموا على ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لابد ان نتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه ومنهج حياه. صلى الله عليه وسلم. والتسامح منهج حياه ومبدا حياه. ماذا قال بقى سيدنا ابو الدرداء؟ قال ابو الدرداء يا اخي، التفت اليه وقال له يا اخي لا تفرط في سبنا. لا تفرط في سبنا. تمام. ودع للصلح موضعا. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا باكثر من ان نطيع الله فيه. هذا ما خرج منه حضرتك بقى وضح بالمعنى عن سيدنا ابو الدرداء. ابو الدرداء بص للراجل، ما قابلش السيئه بالسيئه، ما قالوش اهو انت، او رد له نفس الشتيمه، قال له
ما تطولش في الشتيمه بينا، او ما تكترش من الشتيمه والسب بينا، عشان يبقى في مجال بينا ان احنا نتصالح، ان احنا نتسامح، ان احنا نتصافح، ان احنا نغفر لبعض. ليه يا ابو الدرداء؟ لانك ان كنت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في انك تكلمني كده، انا مش هكلمك كده، انا هطيع ربنا سبحانه وتعالى فيك وابتغي مرضات ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن ابي طالب كان في مبارزه مع احدى الرجال، احدى الناس. سيدنا علي بن ابي طالب كان في مبارزه مع احدى ايه؟ احدى الناس. فبعد ان بعد ما الراجل سيدنا علي غلب الراجل ده وقع في الارض، سيدنا علي كان هيقتله بالسيف بتاعه، فراح اليهودي ده والراجل ده بصق في وجه ايه؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه. فتركوا سيدنا علي ومشي، فالراجل استغرب قوي. فقال له انت كنت هتقتلني وهتضربني بسيفك، انت سبتني ليه؟ قال له كنت هضربك في الصيف بالسيف الاول لاني كنت غضبان لله، لكن بعد ما بصقت في وجهي استحال اضربك واغضب لنفسي، فانا اغضب لا اغضب الا لله سبحانه وتعالى وسامحه في الله. تمام. هؤلاء هم صحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الغالي، هل التسامح تاثير على الصحه النفسيه والبدنيه في حياتنا العمليه؟ الله، سؤال جميل، اهنيك يا استاذ طلعت هذا السؤال. اولا الموضوع ده مهم جدا. في الايام اللي احنا فيها دي بتلاقي امراض معينه، يقول لك الشعب المصري عنده كل الامراض دي. طب ليه؟ يقول لك ده عنده القولون العصبي. الشعب المصري كله عنده سكر، كله عنده ضغط، الشعب المصري عنده القولون، عنده حاجات كتير. طب ليه الكلام ده؟ لان احنا مش متحملين ان احنا نسامح بعض. الغضب ايه؟ فوران في دم القلب. الغضب تمام. فوران في دم الحار بتفرزه المعده. الحامض ده اطباء من الشريعه الاسلاميه خدوه الاطباء وكشفوا على الحامض ده وضعوه في تجربه لبعض الفئران. تمام. ماتوا في الحال. يا الله. ماتوا في الحال. تخيل تاثير الحامض ده على جسمك، على الكبد، على القولون، حتك عامه. ومع ذلك انت النبي صلى الله عليه وسلم علمك خلق جميل جدا. من لا يرحم لا يرحم. صلى الله عليه وسلم. فاتفضل اتفضل اتفضل كمل حضرتك. فالامر يحتاج الى شيء يعني اتعلمناها الايام اللي احنا جايين فيها دي، يسمى التنميه البشريه، الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. ازاي؟ الطاقه الايجابيه، انت طول ما انت متسامح وطول ما انت بتعفو وطول ما انت بتصفح بتلاقي فيه هدوء اعصاب. لكن طول ما انت عندك طاقه سلبيه. كلامك جميل، مبتسم. نعم. طول ما انت متسامح طبعا تلقى دايما كلامك جميل، مبتسم، هادي دايما على طول. ولكن على العكس صحيح؟ اتفضل حضرتك. الطاقة السلبية بتلاقي انسان دايما، وده السؤال اللي بيتسأل يوميا بعد كل صلاة، او بيتسأل في الشوارع او في مؤسسات او باتصالات او عبر حتى الشبكات العنكبوتية، كل الناس بتشكي شكوى واحدة بس بطريقة مختلفة. انا عندي هم، عندي غم، انا ما بقتش سعيد، انا ما بقتش فرحان، انا حاسس ان مفيش بركة في الرزق، انا بتخانق مع اولادي او مع زوجتي بدون سبب. طب ليه؟ علشان في تغضبان من حد، بتحس ان افقك ضيق. تمام. بتحس ان كلها مقفوله قدامك، مفيش حاجه بتشغل الا الموضوع ده. انك لو رحت عملت زي التجربه اللي قالوها العلماء، انت تروح البحر. مهلا. انسان عنده طاقه سلبيه، الميه البحر الميه المالحه طاقه ايجابيه، لما تقف قدامها ناس تقول لك انا بروح البحر برتاح نفسيا، انا بنسى كل همومي. طب ليه؟ لان البحر ليه طاقه ايجابيه. واللي ما عندوش بحر يا دكتور ما توقعناش في غلط يا دكتور، واللي ما عندوش بحر حضرتك السويس عندكم بحر، واللي ما عندوش بحر يا دكتور وميه النيل تمشي يجزى ان شاء الله. اتفضل. فيقف قدام ميه البحر او اي ميه من المياه لان كان فيها جزء من الملوحه، الميه المالحه دايما فيها طاقه ايجابيه، بتسحب يعني عبر موجات كهرومغناطيسيه لا يراها او يشعر بها الانسان بعمليه تبادل، ياخد من جسمك الطاقه السلبيه ويديك الطاقه الايجابيه دي. تمام. فتحس دايما تقول انا رحت البحر او وقفت قدام الميه او وقفت قدام النبات او وقفت قدام زرع، لقيت نفسي فرحان، هادي الاعصاب، لقيت نفسي مش زعلان من حاجه، ابتديت افكر في مستقبلي. تمام. ابتديت ابقى سعيد، ربنا بارك لي في رزقي، بارك لي في زوجتي، في اولادي، حسيت ان الدنيا مليانه بالخير، ما ضيقتش نفسي. اذا خيرت بين امرين فاختار ايسرهما. الله اكبر الله اكبر. انت عشتنا في تفاؤل يا دكتور والله. ربنا تخرجتنا من كل الهم وعشتنا في تفاؤل يا دكتور. ربنا يجزاك خير. المولى عز وجل قال في سوره ال عمران: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انسان اتظلم في حياته او في يوم ما وقادر على اخذ حقه، ولكن ترك هذا الحق ابتغاء مرضات الله عز وجل. نقول له الجزاء بتاعك ايه؟ اولا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دي روجيتا علاج من ربنا سبحانه وتعالى. يا من تقزم غيظك وتعفو عن الناس جزاءك عند الله ايه؟ ان الله يحب المحسنين. كلنا عايزين ربنا ايه؟
يحبنا، نتمنى ان ربنا يحبنا. هو في حد شايفنا دلوقتي او سمعنا او في حد في الدنيا كلها مش نفسه ربنا يحبنا؟ ويكفينا شرفا ان المولى عز وجل ان الله يحب المحسنين. يا رب انا بحبك، انا محتاج ابقى سامع. انا عايز دلوقتي واحنا بنتكلم قبل ما نكمل السؤال، كل واحد فينا يجدد النية انه يسامح. انت مش عايز تبقى من المحسنين؟ في حد مش عايز ربنا يحبه؟ ان الله يحب، يحب مين؟ بتحب مين يا رب؟ انا بحب اللي بيعفو. وايه تاني؟ وغيظه. ان الله يحب المحسنين. انا عايز اعمل دعوه من خلال البرنامج، من دلوقتي جدد النيه. تمام. من دلوقتي حاول ان انت تصفح عنك. اجدد النيه ازاي عشان برضو حضرتك ايه ما نلفش؟ اجدد النيه ازاي؟ اقول للمشاهده جدد نيتك ازاي؟ خلاص انا حضرتك نيتك. انا مستعد ان انا اجدد النيه دلوقتي يا دكتور. طب نجدد النيه ازاي يا دكتور؟ عملي مش نظري. عمليا عشان ما يبقاش في ابليس او تدليس للنفس. دلوقتي حالا ارفع سماعه تليفونك واتصل على اللي انت زعلان منه، قول له انا مسامحك، قول له انا مش زعلان منك، بس ابتغاء وجه ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك لما سالتيني من شويه بتقول لي ازاي اقزم غيظي او ازاي اسامح وانا عندي الحق، ربنا سبحانه وتعالى ادانا ثلاث حلول للمظلوم، كل حل افضل من الاخر. اول حل ربنا قال للمظلوم لو دعيت على الظالم في الدنيا سيقتص الله سبحانه وتعالى في الدنيا، تاخد حقك في الدنيا لو دعيت عليه. تاني حاجة، طب ممكن ما دعيش عليه في الدنيا بس أخر الدعوة دي للآخرة، فربنا سبحانه وتعالى يديني من حسناته، أو لو ما عندوش حسنات يأخذ من سيئاتي ويديله سيئاته على قدر المظلمة اللي هو ظلمها لي. لكن في حاجة أفضل من كل ده. ويمكن بعض الناس في أول الأمر يستغربوا منها. طب أنا لو قلت لك بلاش تدعي عليه في الدنيا وبلاش تاخد حقك مني يوم القيامة، واحد يقول لك يعني ما خدش من سيئات من حسناته، ما تدوش من سيئاتي ازاي، ده ظلمني. اقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل حكمة بنسميها حكمة الانقياء، الاوفياء، الازكياء، الاتقياء. ايه هي الحكمة دي؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله. تمام. الله فأجره إلى الله. ربنا قال إيه؟ فأجره على الله، أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى. والله المثل الأعلى، أنا عايزك تسيب الحسنات والسيئات اللي على قدر تفكيرك أنت، تسيب إن ربنا يجيب لك حقه في الدنيا على قد تفكيرك أنت. أنا بقول لك فأجره على الله. أنت لو جالك واحد والله لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، مديرك في الشغل أو حد ذات موقف، حد كبير عيلة عندك، وقال لك يا أستاذ طلعت أنت زعلان من خالد فلازم تتصالحوا مع بعض، انت قلت له لا انا مش هتصالح معاه، قال لك عشان خاطر تصالح وانا هجيب لك حقك، اتصالح عشان خاطر انا هتتصالح. من باب الادب والاحترام وضع طبيعي. نعم. طبعا. فما بالك ولله المثل الاعلى، انك هتتصالح عشان خاطر مين؟ الله سبحانه وتعالى، خالق الخلق سبحانه وتعالى. دكتور نغالي، ليه دايما الناس بتحب تتسامح في شهر رمضان، في الايام المباركه زي شهر رمضان مثلا، ايام الحج، ايام العمره، وبعد كده الناس بتتغير؟ ليه؟ مع ان رب رمضان ورب الحج ورب العمره واحد. ليه؟ الناس دايما اتعودت انها تتغير. رب رجب وشعبان ورمضان وذو الحجة وكل الاشهر الحرم او الاشهر اللي فيها طاعات وعبادات هو رب الله سبحانه وتعالى، رب السنة كلها. لكن الناس للأسف اتعودت بالفطرة انها الشهور اللي فيها رقائق او ترق فيها القلوب وفيها طاعات وفيها عبادات ان قلبها يرق، وتلاقي الناس على طول من اول ما يعرفوا ان فاضل ساعة او اتنين وهيتسحروا وداخل علينا رمضان، بتلاقي الناس في نور في وجهها، في ابتسامة على طول، الناس كلها وجهها مضيء، بيخشوا يسلموا على بعض في المسجد وكل واحد يصافح التاني ويقول له على فكرة انا مش زعلان منك، على فكرة انا بحبك في الله. الناس اعتادوا على كده، لكن ده برضو عايز اقول لك في قدر صغير هو نقص برضو ثقافة. ازاي؟ ازاي حضرتك؟ انا بصلي واصوم في رمضان وغير رمضان، ده المفروض. بطيع الله عز وجل في رمضان وغير رمضان، بصلي قيام ليل وبزكي وبستغفر في غير رمضان. يبقى أنا هاخد مبدأ حياة ومنهج حياة اسمه التسامح طول عمري، طول عمري هبقى متسامح، مش في رجب وشعبان أو في رمضان بس. أنا عايز دايما أبقى متسامح، دايما أبقى البسمة في وشي، دايما اللي يشوفني يقول الراجل ده شكله متسامح. تمام. الراجل ده لو هو زعلان اصل مش هتلاقي حد متسامح ماشي فرحان او مبسوط، هتلاقي دايما شايل الهم ودايما زعلان ودايما حاسس ان الدنيا ضيقه عليه. لكن الانسان اللي دايما ما بيشيلش حاجه لحد، يعني من ضمن الـ 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 القصص. طب هو انت حضرتك مش مبتسم ليه؟ انا مبتسم عشان قاعد مع حضرتك بس. الله يسعدك. لا احنا عاوزين حضرتك مبتسم عشان الساده المشاهدين يعني.
ايام النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وان كان القصه دي ناخذها بس من فضائل الاعمال لان في بعض الكلام عنها. وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ناس او جمع من الناس، قال لهم فيكم حد يعمل زي ابا ضمضم؟ فالناس بصوا لبعض كده، مين ابا ضمضم؟ فيكم حد يتصدق كما تصدق ابا ضمضم؟ فبصوا الناس لبعض، كيف كان يتصدق ابا ضمضم يا رسول الله مع النبي؟ بيتكلم مع الصحابه عن الصدقه، فكل واحد طلع فلوس، واللي راح بيته جاب فلوس، واللي راح جاب تمر، وجاب اللي يقدر يجيبه تصدق بيه. فابو ابا ضمضم روح البيت بص ما لقاش عنده فلوس وما لقاش عنده تمر، فنام وهو زعلان. قام من النوم وتوضى وصلى وقال يا رب انك تعلم اني لا املك مالا ولا تمرا ولا حبا ولا برا، فاني قد تصدقت على المسلمين بعرضي، فان كان سبني احد او شتمني او اذاني او ضربني فجعله رحمه وكفاره له. الله الله، حضرتك خدتنا بقى الموضوع جميل. حضرتك بمناسبه هذه القصه الجميله، هناك مفاهيم خاطئه، تروح لواحد تقول له سامح، يقول لك وسامح ليه؟ ده السماحه ده تعتبر ضعف عند الواحد او نوع من انواع الاهانه، ايه اللي يجبرني ان انا سامح؟ عاوزين نصحح يا دكتور هذه المفاهيم، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. عاوزين نوجه من حضرتك من هذا المنبر رساله لكل انسان، نقول له يا جماعه ده مش ضعف، دي قوه. غاندي، من غاندي حضرتك؟ زعيم جنوب افريقيا والثوره الافريقيه، كان بيمشي الناس هناك بالعصايه، قال كلمه حلوه قوي، قال التسامح سمه من سمات الاقوياء. التسامح سمات الأقوياء، القوي بس هو الذي يقدر أن يسامح. شكسبير قال كلمة تانية حلوة قوي، قال لك لا تصنع في نفسك فرنا للأعداء فتحترق أنت بها. الله، أنت فاكر نفسك أن أنت لما تيجي تسامح حد ده ضعف منك؟ لا، أنت هتسامحه بس عشان فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا عايز بإيه بس في الدنيا؟ أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين مهما عملت في الدنيا مش الناس كلها مش هتتفق عليك، الناس ما اتفقوش على النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفقوش على الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى. والله لو صاحب الانسان جبريل لا يسلم المرء من قال ومن قيل. تمام. قد قيل في الله اقوالا مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا، قد قيل بان له ولدا وصاحبه زورا عليه بهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فربنا سبحانه وتعالى. فماذا لو قيل فينا بعد ما قيل؟ خلي نفسك دايما سامحة، دايما ابتسم في وجه الآخرين، دايما عد العدة للآخرة. احنا في الدنيا دار ممر مش دار مقر، احنا ماشيين، وإذا كنت عايز ربنا يسامحك لازم انت تسامح. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم رواه أبو هريرة، يوم الاثنين والخميس يوم أو يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر للعبد ما لم يشرك بالله شيئا إلا رجل. الله أكبر، إيه قصة الرجل ده يا رسول الله؟ إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. إيه الشحناء؟ قال الإمام النووي الشحناء ده اللي هي العداوة والبغضاء. فإن كنت عايز الآخرة وإذا كنت عايز تتاجر تجارة رابحة مع الله اوعى تسيب التسامح. التسامح منهج حياه. خليك دلوقتي بعد اذنك يا استاذ طلعت، دلوقتي حالا افتح باب شقتك لجارك اللي انت زعلان منه، افتحي باب شقتك لجارك اللي انت جارتك اللي انت زعلان منها، قولي انا مسامحك يا دكتور. المدام تسمع حضرتك دلوقتي وتفتح باب الشقه يا دكتور، وبعدين حضرتك اتأثرت بالبسمه ولا ايه؟ الله اكبر. نمط القلب صعب في الاسلوب، هولد على هذا النمط او اتاثر او طبع وراثة حضرتك، ولكن نفسه يسامح، بيقول لك انا نفسي اكون متسامح. ايه العلاج اللي ممكن نقدمه له، او الروجيتا العلاجيه او الروجيتا النبويه اللي ممكن نقدمه لهذا الرجل حتى يكون متسامح؟ بلا خلاف التقرب الى الله عز وجل. لو خفت ربنا سبحانه وتعالى، ولو حطيت ربنا سبحانه وتعالى اداه امام نصب عينيك امام عينك على طول، انت عايز ايه؟ بتبتغي ايه من الدنيا؟ هتحاول تدور على اي حاجه تقربك من ربنا، وساعتها هتلاقي افضل حاجه واقرب حاجه اللي انت دينك. اذا انتك ايه؟ انت مسلم. الاسلام يعني تسامح، الاسلام منهج حياه والتسامح منهج حياه. انت عايز تعيش في الدنيا سامح، عايز تخش الدنيا سامح، عايز تخش الجنه سامح، عايز جنه الدنيا وجنه الاخره سامح، عايز رزق في الدنيا ورزق في الاخره سامح، عايز بركه في رزقك
عايز ربنا يبارك لك في مالك، في صحتك، في اولادك، في شغلك، سامح. ربنا يبارك في ساعتك. ده حضرتك حليت لنا كل المشاكل على كده يا دكتورنا. والله النهارده اعتبره دواء شافي لاي داء. والله لو حد عنده مرض نفسي او بدني او عنده اي مشكله مهما كانت، اللي عايز يبقى سعيد سامح، واللي عنده هم وغم سامح. تمام. وجرب بعد كده وشوف ايه نتيجه التسامح ده. في دقيقه واحده دكتورنا الغالي، بس بشرط حضرتك تتأول. عايزين نقول للمسلمين عامه وللشباب الامه الاسلاميه خاصه، نعم، نقول لهم ايه حضرتك بخصوص موضوع التسامح؟ بسم الله. نقول لهم احنا الايام دي ايام سنه هجريه جديده، ما ينفعش نخش سنه هجريه واحنا محملين بنفس المعاصي والذنوب والهموم بتاعت السنه القديمه. انت عارف الغضب وعدم التسامح والمعاصي والذنوب ده عامله زي ايه؟ طب ما تيجي نحطها في نقاط يا دكتور حضرتك. نقول لهم تعملوا ايه؟ 1 2 3 4. اولا تقرب الى الله، صلاه وصيام. تمام. صلاه وصيام يعني ايه؟ صلاه وصيام يعني حافظ على الصلوات الخمسه في المسجد. طول ما انت قريب من ربنا، ربنا هيوديك للطريق اللي فيه صلاح عشان تبقى من الصالحين ومش مع الطالحين. تاني حاجه صحبه الصالحين. الصاحب ساحب ياخذك حيث يكون. تمام. الصاحب ساحب ياخذك حيث يكون. هتشوف انت في المسجد هبقى انا في المسجد. هو على طول مسامح الناس، يبقى انت على طول هتبقى مسامح الناس. ما تصاحبش واحد نكدي، ده بيقول لك بالبلدي كده من جور السعيد يسعد يسعد، ومن جور المبتسم يبتسم. ربنا يبارك في ساعتك. ربنا يبارك. شكرا جزيلا يا دكتور. اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا بنشكر الدكتور خالد الصعابي الباحث في الشؤون الاسلاميه. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا لحضرتك. سعيدنا بجد بوجود حضرتك. والله انا سعيد بحضرتك. وان شاء الله نتمنى ان حضرتك ان شاء الله تشرفنا في حلقات قادمه باذن الله. وعايز بس في ثانيه واحده اشكرك واشكر هيئه الاعداد انهم اختاروا موضوع التسامح، لان احنا احوج ما يكون في الايام دي. شكرا جزيلا. وكل سنه وانت طيب والامه الاسلاميه كلها بخير. وانت بالف خير يا فندم. شكرا جزيلا. اللهم يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا اعدل من حكم، يا ولي من ظلم، يا حسب من ظلم، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا من أهل السماح يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم طلعت أسعد، دمتم في أمان الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.